نحن هلا بحفل ضخم لاطلاق 3 مستحضرات تجميليه جديده من الشركه الامريكيه ستراتا سوليوشنز. واذا عم تتساءلوا ليش معي هادي جوست الهند، خلينا نكتشف مع بعض. We're 100% natural and موجودين يعني البرودكتس او خلينا نقول الفورمولا اللي احنا بنستعمله اتس اوريدي نون موجود زي كانه زي الكوكونات اويل زي الهايرونيك اسيد الموجود بالبشره جينكو بايلوبا البلانت اللي بتلاقيها بسبلمنتس المكونات اوريدي الناس عندها معرفه فيها وعارفه الصفات تبعتها وعارفه كيف النتائج تبعتها. احنا ما حكينا ايش هم فنشرح لهم اول واحد. في عندنا الانتي رينكل اللي هو للوجه يس للي بده التجاعيد تروح اكزاكتلي هو للوجه بستعمل مرتين باليوم. الخصائص تبعته هي جوز الهند زيت جوز الهند والهايرونيك اسيد والبادي انتي ايجينج هو لمعالجه لمقاومه تقدم السن للجسم. ونيجي لل هذا من اهم شيء لانه في كثير ناس بالعالم العربي شعرهم بيسقط على البكير 100%. الانتي هير لوس المكونات تبعته الجينكو بايلوبا اتس ا تشاينيز بلانت والميلاتونين بالضبط نبته صينيه والميلاتونين. الميلاتونين هرمون موجود اوريدي بالجسم فبيساعد على السيركيليشن لما تيجي تحطي تستعمليها للكريم بيساعد على السيركيليشن بال لجذور الشعره. ألين واتفا بونسوار، أنت إلك بالبيوتي إندستري 14 سنة زي ما قلتي لنا، فحابة أعرف إيش نصيحتك للأشخاص اللي حابين يستعملوا 3 Layers اليوم؟ أول شيء نصيحتي لكل صبية تعتني ببشرتها، واليوم مع 3 Layers اللي هو للنساء والرجال إنه يعتنوا ببشرتهم بطريقة كتير طبيعية وسهلة. حبيته بهيدا البرودكت إنه أورجانيك، هيدا أهم شيء. اليوم صرنا منفتش على الأورجانيك برودكت لنستعملهم، ما عندهم أي ردة فعل. اليوم المواد اللي موجود فيه بعتقد ما بيأذي البشرة لأي بشرة حساسة، بتقدر كمان الصبية أو الرجل يستعملوا، ففي كتير عوامل بس هولي الأساسية إذا بدنا نحكي.